عبر الهاتف من الرياض ينضم لنا الدكتور فهد الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث الإعلامية. دكتور فهد مساء الخير، أهلا بك معنا. يوم أمس وبإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع نيوم فتح باب المستقبل أمام الشباب السعودي، ركز على نشر الإسلام الوسطي المنفتح على العالم، ركز على محاربة التطرف. دكتور، هذه النظرة المستقبلية المعتدلة البعيدة عن التطرف، ما مدى النفع الذي ستعود به على الشباب أولا، على المملكة ثانيا، ثم على العالم الإسلامي والعالم ككل؟ أهلا وسهلا، شكرا للاتصال. أنا الحقيقة يعني قرأت في كلمة أو في مداخلات سمو الأمير محمد بن سلمان أمس أنها برنامج عمل أكثر من هي مداخلة في منتدى أو في مؤتمر أو في لقاء، لأنه بالفعل مثل ما تفضلتي في السؤال، أطلق الأمير محمد بن سلمان هذا البرنامج اللي هو الوجه الجديد للمملكة العربية السعودية. نعم. الذي طبعا يرتكز بالدرجة الأولى على أن يكون المقود التنمية بيد الشباب بالدرجة الأولى، وأن يحاول هذا الشباب بقدرته وبدهائه كما سماه الأمير محمد بن سلمان أن يقود البلاد إلى مستويات متقدمة من الإبداع والابتكار، بحيث يكون المملكة العربية السعودية في وقت قريب وعاجل إن شاء الله في مصاف الدول الكبيرة المتقدمة. وأشار سموه طبعا أنه من الأشياء التي ستكون موضوعا للتطوير والتحسين هو علاقة المجتمع السعودي بالحضارة الجديدة، الحضارة الجديدة التي تتطلب مزيد من المرونة، العودة إلى الإسلام الوسطي كما تفضل سمو الأمير، البعد عن التشدد والتطرف، لأنه هاجم التطرف ووعد بأنه سيقضي عليه وسيحاربه وسيدمره كما استخدم هذه الكلمة حرفيا، وذلك كله من أجل أن يكون المجتمع السعودي مسايرا لبقية المجتمعات في العالم. ونعتقد أنه هذه الكلمة كما أسلفت هي برنامج عمل أكثر من أي. نعم دكتور عادية، تفضلي. الشعب السعودي، الشباب السعودي خاصة، إلى أي مدى هم بحاجة إلى ذلك؟ بحاجة إلى هذا الإسلام المعتدل، الإسلام الوسطي، وهذا المشروع الذي أعلن عنه مشروع نيوم، إلى أي مدى هو ترجمة للتنوير النابع من هذا الإسلام المعتدل بما يتماشى طبعا مع رؤية المملكة 2030؟ شوف، أثبت التاريخ عموما أن أي أصوليات متشددة هي دائما تكون يعني معرقل أكثر مما هي داعم للتوجه نحو مستقبل جديد، ليس فقط في مجال الحضارة الإسلامية وإنما في الحضارات المختلفة على مختلف أيام التاريخ. الأمير محمد بن سلمان يدرك هذا تماما، وهو أشار إلى أنه تعرضنا مثل أي مجتمع آخر إلى درجة من التشدد أحيانا التي لا مبرر لها. الإسلام الوسطية في الإسلام تنبذ التشدد وتنبذ الغلو وتنبذ التطرف، وبالتالي ذلك التشدد الذي يعني كان سببا في إحجام المملكة أو المجتمع السعودي في دخول حلبة السباق الحضاري مع بقية المجتمعات الأخرى. آن الأوان لأن نعود إلى الإسلام الوسطي، الإسلام الذي يبني، الإسلام الذي يؤمن بأن قوة الأمة هو في قوة شبابها وفي عتادهم وعدتهم في علمهم وفي قدرتهم على الابتكار والإبداع. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور فهد الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث الإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.